بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي، في هذا الفيديو حيكون عبارة عن ووركشوب لأرضيات الرخام والووتر جيت، كيفية عمله داخل برنامج 3D Max باستفاضة إن شاء الله. واللي حاب يطبق معي خطوة بخطوة حيكون السامبل في أسفل الفيديو للي حاب يعمله داونلود. تابعوني. في عنا نوعين من الووتر جيت فور كاتينج. قبل ما تبلش تشتغل لازم تكون محدد، حيكون عندك التايب الأول هو Drawing for Implementation، يعني الرسومات من أجل التنفيذ على الواقع، أو drawings for presentation بس من أجل إظهاره داخل 3D وعمل رندر. فلازم تحدد، إذا كنت من اللي بحب أو محتاج أنه يكون للتنفيذ فبدلك على الموقع الطيب، موقع بخدمك في هذا المجال وببيع بصراحة ديزاينات كثير حلوة، architecturefordesign.com. هذا الموقع حيكون إن شاء الله في أسفل الفيديو اللي حاب يشتري منه، بيقدم رسومات جميلة جدا فيما يتعلق بالأرضيات السي ان سي والووتر جيت للقطع جاهز، القطع ملفات جاهزة للاستخدام والتعامل معها بشكل كامل. الآن ننتقل من وين نبلش، يعني كيف أبلش أنا فعليا في السيرج اللي أنا حشتغل فيه. أنا بنصحكم تبلشوا في بنترست أو جوجل، السيرج تايتل Sacred Islamic Art Floor Outline، هذا اللي بلشت منه لأني محتاج أن يكون Outline، يعني عبارة عن خطوط. فما بعطيك اللي بدك إياه بالضبط غير لما تدخل أكثر من مرة وتحاول تعمل سيرج، فبتبلش تأخذ الخطوط اللي بدك إياها. إحنا محتاجين تكون Black and White Picture، ويكون في مجال أنه أحط لون، يعني ألون هاي المنطقة، تكون Black and White، ألونها بمزاجي، أوكي. وهي حنلونها إن شاء الله في الفوتوشوب، حتكون معنا إن شاء الله في أسفل الفيديو للي حاب يطبق معي خطوة بخطوة إلى برنامج الفوتوشوب. النظام اللي حنمشي عليه أحبائي هو عبارة عن فرز الألوان للأساسيات RGB، الألوان الأحمر والأخضر والأزرق. ففي عندنا ماب، هاي الماب نوعها RGB Tint، موجودة في 3D Max وعندها القدرة بفرز الألوان من ثلاث مصادر اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق. فهذا المبدأ العام، فإذا حنلون إحنا الفلور اللي عندنا بالثلاث ألوان عندنا القدرة نعمل ماسك لكل واحد فيهم. بداية أنا محتاج أني أختار المناطق اللي حلونها باللون الأول، فبختار السيليكشن الخاص بديس أوبشن اللي هو الماجيك تول واختصار وحرف W من الأوتوكاد من برنامج الفوتوشوب. طبعا حننتبه للأعلى أنه أنا حعمل آد للسيليكشن، لأنه بالمنطقة العلوية ممكن أطرح عمل سيليكشن واحد أو أجمع أو أطرح أو أخذ المنطقة المشتركة. أنا محتاج بس أني أعمل أفعل الجوين اللي هو آد سيليكشن، بلش اختار المناطق اللي داخل المعين بشكل متوالي بهالشكل. والان خلصت من السلكشن، حذهب الى القائمه اللي هي اد فلتر اللي حتكون اوبشن الاسفل تحت دائره نصها ابيض ونصها اسود، بدي اعمل فيل، فكليك عليها واختار سوليد كلر. اللون لازم يكون عندي يا اما احمر بيور او ازرق بيور او اخضر بيور. كيف اعرف انه بيور؟ من الارقام اللي هون، الار تكون 0 واللون اللي انا مفعله يكون اعلى شيء اللي هو 255 واللون الاخير حيكون كمان 0، واذا ما كان 0 نعمله 0 مع بعض. فاخترت اللون الاخضر، هذا اللون الاخضر حاحدده برخام معين بعدين ما في مشكله، الان بس اني افصلهم عن بعض. ممكن اعمل كمان اد للون ثاني من اجل تقريب المشهد، بس على Alt مع تحريك العجل الأمام والخلف الماوس اللي عندي Control، ضغط على Alt مع دوران بهالشكل، Space المسطرة بتحكم في البانينج يمين وشمال. رح اختار اللي هو W، رح اختار المناطق اللي بالخلف أو على الجنب. لاحظ أعطاني علامة ممنوع لأني أنا مش في اللير اللي المفروض أكون فيها، فلازم أنا أكون في اللير الأصلية. وأختار سيليكشن الثاني، لاحظتوا هون في عندي اختلاف، كنترول زي اندو، هاي فيها مشكلة لانها مفتوحة في المنطقة اللي هون، الا بسكرها. اوكي نكمل عادي. الآن يعني بالنسبة لهذه المنطقة المفتوحة اللي صعب إني أختارها، هختار Rectangle، أوكي، ممكن أزيد الفيذر شوي اللي هو التسامح،
وأتأكد أني أنا شغال على آد للسلكشن مش طرح، أنا إضافة للسلكشن. أختار المنطقة اللي هون تقريبا لحد المنطقة اللي هون تقريبا، أخذهم معه. هاي المنطقة كلها هتكون بلون مختلف. هروح على this fill filter واختار أول أمر solid واختار لون مختلف، ممكن يكون اللون الأحمر، وأتأكد أنه 0 0255. تمام. انتبهت أحبائي أنه في عندي منطقة ما اخترتها، فبكبس Alt، الضغط مستمر على Alt، وأقرب على المنطقة اللي هون بديها تكون باللون الأحمر، فبختار Selection بنفس الطريقة وأختار المنطقة اللي هون، بس بشرط أني أكون على Layer 0 أختارها، وأختار Fill جديد ما في مشكلة، وأختار أن يكون بنفس التكنيك لون أحمر، وأتأكد من الأرقام، أموري تمام. Alt وأرجع للخلف. ممتاز. الآن محتاج أنه المنطقة هاي اللي in between بين الأسود أعطيها كمان لون مختلف، أزرق مثلا، فهختار حرف W للسلكشن وأنا باللير الأولى اللي هي الأصلية، Alt وأقرب وأختار مناطق in between، بس مناطق لونها أبيض بين السوادين. والآن هختار فيل جديد وحيكون لون مختلف كليا عن السابق، وحيكون لون أزرق، وأتأكد برضو من الأرقام إن يكون عندي 0 0 والرقم الفل يكون 255. ممتاز. أنا الصورة الأصلية ما هحتاجها أبدا، بالنهاية أنا هحتاج صورة فاضية. طبعا ظهر عندي الآن ثلاث ألوان. اللون الأبيض شو حيكون بداله؟ حيكون لون فاضي، حسيبه فاضي. ليه؟ لأنه داخل البلند ماتيريال، لو ذهبنا للماكس شوي عشان نشرح هذا الموضوع، داخل البلند ماتيريال إذا كانت كورونا ليرد ماتيريال أو فيري بلند ماتيريال، في عندنا اللون الأصلي، اللون الرئيسي اللي هو اسمه بيس ماتيريال، فهذا البيس ماتيريال الأصلية حيكون لون الباك جراوند داخل برنامج فوتوشوب، فحسيبه فاضي، بس أخفي الباك جراوند بشكل عام وسيب هاي كصورة بلاك، أسيب هاي كصورة جي بي جي عادية. ستأكد إنه ما في مشاكل، أمور تمام إن شاء الله. والآن من أجل إلغاء المنطقة الإن بتوين، أوكي، هاي هي زي المربعات، هختار نيو لير، مربع صغير اللي في المنطقة اللي هون أعطاني لير جديدة فاضية، هختار فيل، وحيكون حيكون في لون أسود، هذا اللون الأسود عشان يكون مسثنة المنطقة هاي، حتكون حيحل مكانها الرخام الأسود إن شاء الله. الآن أعطي فايل سيف أز أكوبي يس. والآن إلى برنامج الماكس. والآن إحنا في الماكس، استخدمت ثلاث أنواع ماربل عن طريق المكتبة الخاصة في كيس براوزر، وحطيت ماربل وطلع لي أكثر من رخام، اخترت هاي الأربع أنواع، أربعة اللي حتكون في الباك جراوند اللي كلونها أسود في الفوتوشوب، بالإضافة لثلاث ألوان اختيارية. طبعا ممكن وضع لون في أكثر من مكان. الآن الإشي المهم في الموضوع كله الماب اللي حنتعامل معها اللي هي الجنرال، اللي هي اسمها RGB tint، هاي المحور الرئيسي في كل الموضوع، هي الرئيسية. الآن هنسخها ثلاث شيفت مع التحريك، أخذت نسخة عنها، هختار الآن الصورة الأصلية عن طريق فيري بيتماب وأختارها، وتكون هاي الصورة مغذية للثلاثة مع بعض بحيث أني أحصل على ماسك لكل واحدة فيهم. طبعا الأولى لاحظ أنا محتاج أني أثبت الأحمر كماسك والباقي ألغي، فهختار الأحمر يتحول معاي للون أبيض، والباقي حيكون أسود، الأخضر والأزرق أسود. الآن صار عندي ماسك للمنطقة هاي بثبت لي اللي هو الكرة الأولى اللي هي this one، هاي القطعة مين ما لنا علاقة فيها، علاقتي مع الماربل الأول اللي ثبته اللي هو الماسك الأول. نروح الآن على الماسك الثاني، حيكون الأحمر عندي أسود والأخضر حيكون أبيض والأزرق حيكون أسود تباعا. أعطاني الآن ماسك مختلف، الماسك المختلف الآن حيثبت لي الماربل الوايت الثاني أو ترتيبه الثالث بشكل عام. والآن نروح على النوع الأخير، أنا محتاج الأزرق يطلع معي لونه أبيض، فالأحمر حيكون لونه أسود والأخضر كذلك الأمر والأزرق حيكون أبيض. صليته على رسول الله الفريم هذا بس للمنطقة الأخيرة. هختار
الماسك الأول يروح للكوت الأول أو البليند الأول، الماسك الثاني يروح للبليند الثاني، والماسك الثالث يروح للبليند الأخير. لاحظوا أنه بلش يظهر عندي الآن شكل الرخام على القطعة اللي هون. الآن نعملها دراج على الرخام، نعطيه انتراكتيف ريندر بلاي ونشوف النتيجة. ممتاز، رائع جدا. شوف الآن الترتيب جميل جدا زي ما اخترته 100%. الآن إذا فكرت أنك تعمل تعديل، التعديل حيكون سهل جدا من نفس القائمة الخاصة في الماتيريال إديتور. حاب أني أقلب لونين مكان بعض، مثلا ممكن أقلب الوايت محل البلاك، أسحب بهالطريقة لحد هون وأعطيه الأمر سواب. سواب يعني قلب. شوف كيف الآن قلب ليهم بدل بعض، فعندي القدرة أني أرجعهم أقلب وأشوف النتيجة بنفس اللحظة وهو بيعمل رندر. ممكن أقلب اللون الثاني مع الرابع بهالطريقة سواب وأشوف النتيجة. طبعا ترجع لك يعني موضوع العلاقة باختيارك الشخصي، أنا شايف أنك أنسب شيء. فإن شاء الله هالفيديو يكون مفيد لكم، ونسمع منكم دعوة خير يا رب، وأتمنى إن شاء الله أني أوصل لأكبر عدد ممكن من أجل الفائدة. نراكم بخير إن شاء الله في فيديوهات قادمة مميزة قوية. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.